بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجددا أرحب بكم على قناتكم التربوية يوسف البداوي. موضوعنا سوف يكون حول طرق التسجيل الأولي للتلاميذ في الصيغة الجديدة لمنظومة مسار. إذا هنا أولا بعد ما قمنا بفتح مسار نقوم بالضغط على التسجيل الأولي، ثم كذلك نقوم بالضغط على التسجيل الأولي. إذا كما تلاحظون هنا سبق أن سجلنا بعض التلاميذ. إذا هناك طريقتان لمسك التسجيل الأولي للتلاميذ. كاين هناك الطريقة الأولى المباشرة، إذا كنفتحوا هذه القائمة ديال التسجيل الأولي. إذا هنا تندخلوا النسب بالفرنسية. إذا هذه المعطيات تناخذوها من الملف البرتقالي للتلميذ طبيعة الحال في الإطار الخاص بالحالة المدنية. إذا هنا عندنا النسب بفرنسية، ثم هنا عندنا الاسم الشخصي للتلميذ. إذا نتلاحظوا إضافة شريط آخر، ثم بعدك نقوم بكتابة النسب بالعربية، ويمكن هنا الاستعانة بالكلافي الموجود على جانب الخانة. ثم عندنا الاسم بالعربية. إذا ملاحظة هنا وهم كيفاش أن هنا النسب بالعربية والاسم بالعربية فهو كيتكتب. إذا هنا غادي نختاروا الجنس، عندنا ذكر، ثم بعد ذلك سوف نقوم بكتابة تاريخ، يمكن الاستعانة بهذه المذكرة. إذا عندنا 15، ثم بعد ذلك مكان الازدياد باللغة العربية. إذا كما أشرت وخا متتبعش أن هنايا الكتابة باللغة العربية فهي تكتب كذلك. إذا عندنا مكان ازدياد باللغة الفرنسية، هنا غنديرو كوبي كولي. ثم هنا لدينا التعليم الأولي، يعني إذا كان التعليم الأولي العصري أو التقليدي. إذا نختارو هنايا التعليم الأولي العصري، ثم لك نقوم بالضغط على حفظ. إذا ستلقاو رسالة لقد تم حفظ المعطيات بنجاح. إذا نضغطو على إغلاق. إذا هذا فيما يخص الطريقة الأولى المباشرة في مسك التسجيل الأولي للتلاميذ. إذا هنا عندنا الطريقة الثانية وهي عن طريق تصدير واستيراد لائحة التسجيلات. إذا تنضغطو هنايا على استيراد وتصدير لائحة التسجيلات الأولية، تنضغطو عليها، ثم تنضغطو على تصدير البيانات، ثم نقوم بوضع ملف على سطح المكتب. اذا العمليه فايت سبق درتها. اذا غادي نمشي مباشره الملف ديالنا. اذا انا سبق ليا سجلت بعض التلاميذ. بنفس الطريقه غادي نسجلوا هنايا النسب بالفرنسيه، ثم عندنا الاسم بالفرنسيه، ثم هنايا النسب بالعربيه، ثم الاسم بالعربيه، ثم هنا اختيار الجنس، ثم هنا تاريخ ازدياد. ملاحظة ما يجب اعتماد على الاطار الخاص بالحالة المدنية، ثم بعد ذلك مكان الازدياد. اذا هنا نستفيد من ميزة كوبي كولي. ثم ذلك نقوم بتسجيل الملف، بعد ذلك نقوم بإغلاقه، ثم نقوم باستيراد البيانات. إذا نضغط على إضافة، إذا الملف ديالنا هو هذا، كنضغط على أوفغيغ، ثم تنضغط على استيراد البيانات. إذا هنا نتلقى رسالة لقد تم حفظ معطيات إضافة التلاميذ، ثم يعطيني عدد التلاميذ الذين تم تحديثهم. اذا تنضغط على اغلاق. اذا لطباعه اللائحه الاوليه، اذا انا غنمشي نضغط على التسجيل الاولي للتلاميذ. اذا انا تنضغط على طباعه لائحه التلاميذ الجدد، هنا تعطيني الصيغه اللي بغيت بها اللائحه، واش بي دي اف ولا اكسل. اذا نختار بي دي اف، هي هذه الخاصيه تساعد على التحقق من المعلومات التي تم ادخالها. اذا تنضغطوا على اوكي، اذا تنديروا على سطح المكتب، اذا تنديروا انريجستري. اذا عندي لائحه التلاميذ الاوليه
الذين تم تسجيلهم. إذا ختاما لا تنسوا الانخراط في هذه القناة. نتمنى أن نلتقي في فرصة أخرى إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.